هو الشفاء ومع بجانب الرحمة. الرحمة أن يحافظ الراحم على المرحوم بحيث لا يصيبه عطب أبدا، حنين عليه. ولكن إذا حدثت غفلة من المرحوم، يوم الحق سبحانه وتعالى يقول له إن كنت غفلة وحصل حاجة نشفيك منها. يبقى إذن الشفاء يخلع داء، إنما الرحمة أن لا يأتي داء مطلقا. الرحمن الحق سبحانه وتعالى حينما قال القوم أن رسول الله يعلمه رجل من البشر، فرد الحق على ذلك بيقول الرحمن هو الذي